السلام عليكم يا حبايبي، واهلا وسهلا بيكم على قناه عالم منوعات، منورين دايما، منورين قناه عالم منوعات. اتمنى يا رب يكون الجميع بالف صحه وخير. طبعا انا جايكم جايبه لكم النهارده طريقه بقى لتعطير المنزل كله، يعني طريقه لتعطير البيت كله والحمام كمان. ان شاء الله باذن الله لو عملتيها بالطريقه دي هتخلي ريحه بيتك زي الجنه كده، هتخلي ريحه بيتك جميله جدا. كل اللي هيدخل ان شاء الله هيستغرب الريحه ديت انت عامله ايه ولا عملتي ايه بالظبط عشان الريحه ديت تكون موجوده كده في بيتك، ريحه معطر طبيعي. ان شاء الله اي حد يدخل البيت هيقول لك انت الله ايه الريحه الحلوه ديت، انت جايبه الريحه ديت ازاي وعاملاها ازاي، جايباها منين. طبعا النهارده معطر للمنزل ومعطر للحمام، دوت المعطر للحمام هعمله معاكم دلوقتي بطريقه سهله جدا وهتعجبكم ان شاء الله باذن الله، ودوت المعطر للبيت كله تقدري ان انت ترشيه يعني في البيت كله عادي مفيش اي مشكله. بس طبعا يا حبايبي يا ريت قبل ما ابدا، لو مره يشوف قناه عالم منوعات يشوف قناتي يعني، يا ريت يفعل زر الجرس ويعمل اشتراك ويضغط على زر اللايك عشان ان شاء الله توصل له كل الاشعارات الجديده من قناه عالم منوعات، وتوصل له كل الفيديوهات اول باول على طول من القناه. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل طبعا معطرين زي ما انتم شايفين كده عشان ما اطولش عليكم. دوت معايا طي دهوت اللي انا بغسل بيه الهدوم عادي، لو عندك طي، عندك برسيل، عندك اومو، مفيش اي مشكله خالص. ده زي ما انتم شايفين كده مكتوب عليه معطر الياسمين اهوت، يعني بصراحه هو لوحده بيعمل ريحه جميله جدا اهوت. ده طبعا حتى انا كمان قربت اخلصه لانه طبعا بستخدمه على طول اول باول. يعني كمان الطي دوت ليه فوائد كتيره حلوه جدا غير ان انت ممكن تغسلي بيه الملابس. يعني حاولي كده ان انت يعني تشغلي دماغك وتعملي افكار وحاجات جديده وتكون في نفس الوقت ملفته وحلوه وهتريحك وهتريح اسرتك كلها. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. انا معايا معلقه اهيت ومعايا الكنكه بتاعتي ماشي، ومعايا الطيد. انت عندك طيد برسيل، اومو، اي حاجه بتستخدميها في غسيل الملابس مفيش مشكله، مش هتتعرض معانا. يعني تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي عشان نعطر البيت كله. تقدري ان انت من خلال الوصفه دي تعطري بيتك كله وتخليه ريحته زي الجنه كده بالظبط. اي حد بصراحه هيدخل هيسالك انت جايبه الريحه دي منين او شارياها منين وعلى ضمانتي انا، لان انا طبعا بعمل بيها البيت على طول ومجرباها دايما على طول في البيت. يعني عندي اول حاجه هنعملها ان انت هتاخدي معلقه طيض اهي بالشكل ده، لو في اي حبيبات زي كده مثلا اهوت تبدا ان انت تفككيها، واصلا كده كده هتفك لوحدها يعني اهو بالشكل ده. يكون معاكي كنكه بالشكل دوت، كنكه انت مش محتاجاها او مش بتحتاجيها يعني، بس مش بتستخدميها في حاجه تانية غير للتعطير، يعني تعطير مثلا البيت او كده. تبداي ان انت تحطي الوصفه بتاعتنا ديت فيها. هتاخدي معلقه، انا خدت معلقه واحده بس طيب بريحه الياسمين زي ما شفتوا كده اهوت، معطر الياسمين ريحته جميله جدا جدا. ويكون معاكي ميه، الميه ديت اهيت خدها من الكاتل وهتصبي كده اهوت بنفس الطريقه ديت، وهتبداي ان انت تقلبي بالشكل ده الطيض مع الميه اهوت لحد ما يبقاش فيه معاكي رواسب خالص او تكتلات من الطيض بالشكل ده. عايزه اقول لك بقى ان العطر دوت او المعطر ده هيخلي ريحه بيتك جميله جدا وفوق الممتازه، خلي ريحتها حلوه قوي على ضمانتي انا يا بنات، لان انا مجرباها بدل مره اكتر من مليون مره، جميله جدا جدا. وبعد كده بعد ما تعملي كده هتروحي تاخدي الخليط دوت على النار. تعالوا معانا اهوت المكون بتاعي معايا اهو، بس طبعا لازم النار تكون هاديه، يعني تهدي النار بالشكل دوت كده اهوت، تهدي النار خالص وتبداي تحطي المكون دوت هنا اهو بالشكل ده، الميه مع الطيض اهوت. عايزه اقولك بقى ان دوت معطر طبيعي 100%، هيعطرلك البيت وهيخلي ريحه البيت جميله جدا جدا. تقدري بقى ان انت تحطيه بعد كده في بخاخ وتبداي بقى ترشي جميع اركان البيت عشان يعملك ريحه حلوه كده، جميل جدا جدا. وانا بستخدمه على طول بعتمد عليه دايما في تعطير البيت عندي.
طبعا هتستني بقى لما المكون دوت يتفاعل الاتنين مع بعض، الميه مع الطيض، الطيض دوت اللي هو بتر الياسمين ده، هتستني لما الاتنين دول يتفاعلوا مع بعض كويس، وبعد كده هتبداي بقى تنزلي الكنكه ديت، وتبداي ان انت تحطي الخليط دوت في مثلا اي بخاخ عندك، ازازه بخاخ او ازازه عاديه. انا عن نفسي بحط في ازازه عاديه. هقولك كمان على فكرة جميلة جدا، ان تقدري انت من خلالها توزعي العطر دوت على جميع اركان البيت او في البيت عموما، بطريقة جميلة جدا. مش هتحتاجي ان انت تفتحي الغطا وتقعدي بقى ترشي. طبعا هو كده خلاص اهو بيبدأ يتفاعل معايا بالشكل ده. عايزة اقولكوا بقى ان ريحته جميلة جدا جدا جدا، ريحته حلوة قوي يا بنات والله، جربيه ومش هتندري ابدا. ودوت معطر طبيعي ومكلفكش حاجة، يعني كله من البيت، كلها مكونات من البيت زي ما انت شايفة كده. وشوفوا قناتي هتلاقي كل الفيديوهات او معظم الوصفات اللي انا عملتها على القناة كلها من البيت، يعني انا عاملاها في البيت، مجبتش حاجة من بره خالص. اهو بالشكل ده، وكده خلاص بدأ يتفاعل معايا اهو. سواء اجيب المعلقة عشان اقلبه كويس اهوت، تجيبي المعلقة وتبدأي تقلبي كده كويس عشان لو في طيض أو أي حاجة تحت اهو. شايفين بقى الرغوة اللي فوق ديت؟ ديت طبعا صابون اللي أنا حاطة طيض. طبعا الصابون ده بقى هو اللي بيطلع الريحة الحلوة ديت، هو السر في الصابون دوت، هو اللي بيطلع الريحة الحلوة ديت. خلاص انا كده هبدا انزله اهو بالشكل ده، هقلب كمان تقليبه كده اهو، وهي هاخد الكنكه بتاعتي واروح المكان تاني اللي كنت واقفه فيه عشان اقلب براحتي اهو. عايزه اقولك ان الريحه والله العظيم تجنن، ريحه جميله جدا جدا جدا. شوفي مكونات بسيطه خالص، يعني ميه دافيه مع معلقه طيض، وتحطيهم على النار، على النار هاديه كنكه طبعا تكون انت مش عايزه تستخدمهاش في حاجه، يعني بالشكل دوت كده. وهتبداي تجيبي الازازه، اي ازازه عندك بالشكل ده، اي ازازه عندك، ازازه بيبسي، ازازه اي ازازه، يعني اي نوع ازازه، مش شرط حاجه معينه. او مثلا تاخدي ديت، انا هستخدم ديت اهي، كانت ازازه فاضيه عندي هستخدمها. تفتحي الغطا بتاعها كده وتبداي تحطي المكون دوت بالشكل ده اهوت في الازازة اهوت. عايزة اقول لكم والله يا بنات الريحة جميلة جدا جدا، الريحة عطرة جدا بصراحة، كمان الملمس ناعم وحلو ازاي. وهتبداي تقفلي اهو، ده كده عملت كده انت معطر من لا شيء اهو بالشكل ده. ممكن بقى لو عايزه تقلبي كده المكونات كلها مع بعضها مش مشكله اهو بالشكل ده. شايفين كميه الرغاوي اللي عملتها تحت؟ هو ده طبعا المطلوب اهوت. هتبداي بقى ان انت تمسكي المعطر دوت وترشي بيه في جميع انحاء البيت عندك، مثلا في اي مكان انت عايزه تعطريه، ترشي مثلا في اوضه النوم، في الصالون، في الانتريه، اي مكان انت عايزه ترشي فيه المعطر دوت. وكمان الفكره اللي انا قلت لك عليها، عندك مثلا وليكن سكينه او مقص يكون حاميين، يعني طبعا بستخدم سكينه اهيت. وعايزه مثلا ترشي الخليط دوت على في جميع الانحاء بحيث انهم يكونوا متساويين كله مع بعضه، مش متركز في مكان معين. هتقومي جايه فوق كده من على الغطا وتجيبي بوز المقص او اي حاجه عندك، وتبداي ان انت تخرمي كده الازازه من فوق ماشي، وتبداي ان انت تمسكي كده الازازه وتضغطي عليها كده وترشي، وتبداي ترشي. هتنزل لك طبعا بشكل متساوي في الاماكن كلها مش في مكان واحد بس. الفكره دي جميله جدا، وانا برده بغسل بيها السجاد بنفس الطريقه، بس طبعا مش معطر، ده معطر. ولو برده عايز تحطيه على السجاد مفيش مشكله، بيعمل ريحه جميله جدا. تستني بقى لحد ما يبرد شويه، وبعد كده تبداي ان انت تستخدميه. هيعطر لك المكان وهيعطر لك البيت كله بطريقه جميله جدا ان شاء الله باذن الله، مش هتندمي ابدا.
تعالي بقى نشوف معطر الحمام ده كده، معطر للبيت كله ماشي، مكونات طبيعية خالص، هي 100%. وريتلكوا انا عملتها ازاي. تعالوا بقى نشوف معطر التواليت. اول حاجة هتعمليها هيكون معاكي قطنة، ويكون معاكي اي زيت عطري بالشكل ده. طبعا دوت معايا زيت عطري، زيت الورد ماشي. هتبدأ انت تستخدميه عادي مش مشكلة. طبعا تعرفين ان زيت الورد من الزيوت الطبيعية اللي بتدي ريحة جميلة جدا جدا للمكان كله. اي زيوت عموما عطرية بتدي ريحة حلوة جدا. هتبدأ ان انت تجيبي القطن دوت وتقطعيه حتت حتت بالشكل دوت كده اهوت اهو اهو. ترى سهلة جدا وبسيطة، كلها مكونات من البيت يعني، بقولكيش هاتي حاجة اي قطن عندك، اي قطن ماشي، اي قطن عندك. وتبدأي ان انت تفصصيه كده بالشكل ده، تحطيه كده كله مع بعضه اهو 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 بالشكل ده كده اهوت. عايزة اقولك ان دي فكرة جميلة جدا جدا في تعطير الحمام. وهتبدأي ان انت تحطيه كده ماشي. وبعد كده هتبدأي ان انت تجيبي اي زيت عندك يكون عطري، يعني مثلا زي زيت الورد، زيت الياسمين، كل ده طبعا بتبقى زيوت جميلة جدا وريحتها جميلة جدا. وتبدأي ان انت تاخدي من الازازة كده وتبدأي ترشي نقط نقط كده اهوت بالشكل ده اهوت على القطن بتاعك اهوت بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان الريحة جميلة جدا 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 فوق الوصف. وبعد كده لو عندك حتة قماشة عندك انت مش عايزاها او ما بتستخدميهاش، هتقومي لفة القطن ده كله مع بعضه كده بالشكل ده، هو طبعا في الزيت العطري دوت اهو كده. وتبدأي ان انت تحطيه في قلب القماشة، وتبدأي ان انت مثلا تعلقيه، تخرم مثلا خرم من فوق في القماشة، وتبدأي ان انت تعلقيه على باب التواليت من ورا. هيطلع لك طبعا في التواليت، اول ما تفتحي اي حد يفتح التواليت بتاعك هيطلع له ريحه جميله جدا. وكلنا عارفين طبعا ان الزيوت بتثبت اكتر، يعني الزيت بيثبت اكتر في اي حاجه انت بتحطيها، طبعا الزيت بيكون ثابت اكتر. الطريقه دي طريقه مبسطه جدا وطريقه جميله جدا. وعايزه اقول لكم ان الريحه كمان طالعه عندي هنا جميله جدا. اتمنى يكون النهارده طريقه تعطير المنزل وكمان طريقه تعطير التواليت عجبتكم. هيت دولت كانوا الطريقتين واسهل طريقتين انا عملتهم بصراحه او بعملهم، جمال جدا. وان شاء الله باذن الله تابعونا، هتلاقوا عندنا كل جديد على قناه عالم نوعات. دي طبعا بالنسبه للدي طبعا للبيت كله. وقلت لك على فكره حلوه اللي انت تخرمي غطا الازازه من فوق وتبداي انت ترشي، دي طبعا فكره جميله جدا. وكمان ديت الزيت اللي هو العطري، تجيبي مثلا اي قطن عندك وتقطعيه حتت قطع كده، تبداي انت ترشي عليه الزيت وتحطيه في اي قماشه عندك او اي بتاع اللي هو الدانتيل دوت، تحطي القطن دوت في قلبيه، وتبداي ان انت تعلقيه على باب التواليت من ورا. مثلا اي حد هيجي يفتح التواليت هيلاقي ريحته جميله جدا ان شاء الله باذن الله. اتمنى تكون الوصفتين بتوع النهارده اللي هما التعطير، واحده لتعطير البيت والتانيه لتعطير التواليت، عجبوكم. وان شاء الله تابعونا هتلاقوا عندنا كل جديد. وعايز اقول لكم ان الريحه جميله جدا وانا واقفه هنا لما عملتها دلوقتي، وكلها مكونات بسيطه جدا يعني ما استخدمتش حاجات خيالية، كلها مكونات بسيطة جدا وعملتها قدامكم. اول حاجة دوت لوت طيد، اي حاجة، اي مثلا مسحوق انت بتغسلي بيه اللبس الهدوم، تجيبيه وتحطيه وتحطي معلقة منه في اي كنكة انت مش عايزاها تستخدميها بس الحاجات ديت يعني. وتبدأي ان انت تحطي عليه مية، وتبدأي ترفعيه مع النار وتهدي النار، وتبدأي ان انت تقلبي المكونين اللي دول مع بعض، المية مع الطيد مثلا او اومو او اي حاجة يكون مثلا بعطر الفل او عطر الياسمين اي حاجة عندك. وتبدأي ان انت تحطيه في ازازة بالشكل دوت، هيعمل معاكي ريحة جميلة جدا جدا ان شاء الله. ودوت كان معطر التواليت انا عملته قدامكم برضو. اتمنى يكون فكرة عجبتكم النهاردة، ولو عجبتكم ياريت ما تنسوناش في لايكات وشير وسبسكرايب، وياريت تشيروا الفيديو دوت عشان فيه بنات كتير جدا بتحب انها تستفاد من الحاجات ديت. واكون مشكورة لكم كتير يا حبايبي. ياريت ما تنسوناش في اللايكات والشير والسبسكرايب، وسيبوا لنا تعليق حلو كده يقول طبعا الناس اللي جربت المعطرين دولت، ده للتواليت وده للمنزل كله، يقول لي ايه رأيه، ايه رأيهم فيه بعد ما جربوه. واشكركم كتير جدا يا حبايبي، مع السلامة.